à commercial. Vous faites le prêt ? Non, mais il y a. C'est 37. En fait, la première édition, nous présenter le projet Diana en tant que société Mamnil, une société de commercialisation des biens immobiliers neufs à Agadir. En fait, sous la direction de M. Hussein Boumhroud, je vais vous présenter les projets Diana à Tiznit, soit les Tiznit, soit les bras de Tiznit. J'espère Inch'Allah deuxième édition de Diana ou la deuxième édition Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. السلام عليكم. نقدم لكم سي المكتب الوطني للكهرباء سي عبد الرحيم الحراب المدير ديال الوكاله الماك الطريق تفراوت. هذا الطريق تفني استجمنا لابونك. هاد الناس شاركين معنا هاد المره شجعونا في المعرض الدوره الاولى لمعرض تزنيد باتيمون. دفعنا لهم الطلب باش يجيو يشاركوا معنا وقبلوا بالطلب ديالنا وجاو عرضوا عنا المسائل ديالهم وشجعونا الله يجزيهم بخير. وكنتمنى ان شاء الله فرص ان شاء الله الدورات ان شاء الله يكونوا اكثر من هكا ان شاء الله. الله يجزيكم بخير. اسيدي مرحبا. الله يجزيكم بخير. جديد الحرف من استبعاد المباني بتزنيت. هذه واحد الجمعيه اللي كاينه في تزنيت كدير هذا الشيء ديال البناء استبعاد المباني. فيه الحرفيين وفيه المنخرطين بزاف والناس نقدم لك السلع عربي لمراتي واستاذ في التكوين المهني وعضو في الجهه. هذا السيد عضو في الجمعيه ديال الحرفيين. السيد كنقدم لكم سي هذا من مكتب الوطني للكهرباء تزنيت. مرحبا. الشيء اللي زايبوها ماشي من الصباغه دابا. الصباغه ديالهم دابا كتكون في الحيطه ولا كيديروا بهذه الاشكال بحال هكا؟ قال لك هادو واش كتخدم هادي في هنا دايرين واحد الاستفتاء كما كتشوفوا هنا استشارة تقنية وفنية في مجال استبعاد المباني. واحد الاستفتاء حول مدونة الألوان في الجنس. كنحاولوا أننا ناخذوا استطلاع الرأي ديال الساكنة ديال تيزنيت باش يعطونا الرأي ديالهم شنو هو المناسب كيشوفوا في الواجهات الخارجية تيزنيت باش تقدم الهوية ديالها خاصة باش تيزنيت ياك. دايرين هما دايرين دي شونتيون هنا على حسب شنو كيختاروا واش راجعين. كنجمعوا كما كتشوف من جامع السيد الاستطلاع ان شاء الله غادي نقترحوا هذه الفكره ديال مدونة الألوان على المجلس البلدي حيت هو اللي كيتحكم في هذه المسائل هذه. نشوفوا حنا كنمثلوا المجتمع المدني في الجمعيه غادي نبروبوزيو اليوم واحد
ديجا كنعدي معاهم لقاء ورحبوا بالفكره ان شاء الله باش نتفاعل مع المساله تكون موحده باذن الله. باش دخلت التيزني تعرف راسك انك ندير التيزني دابا خلقوا الوان بزاف مابقيتيش كتعرف الوان كما هو كل ما كيدير اللي قال لي راسه صافي دونك خصيت واحد القنين ولابوي من الجال اللي كانوا دخل بديلة شيء كين هو من الآن بديه من الآن أيوة ما دخل دابا الناس اللي كاينين الدومين اصلا راه بداو تشوف انا غير الناس دابا اللي فاش كيحضروا مثلا الساس الفلاني كيدير حساب كلشي من لا بلومبوغي الشيميني من هنا تيبقى يحط كلشي غادي عنده دوبل عصر السماء ديال الناس اللي الكاميرا ديال ليزين ولي فيلا وديال الديورا بالنسبه للسدارة يعني ديال ديكور في الابليكاسيون ديكور في تي في يعني ديك هو يعني كتقرب كتجي تقريبا حتى 200 متر ديال الزوم Thank you.
30 عام سيدي انتم بخير صحه لاباس صحه طيبه نهار كبير نهار كبير السلام عليكم استاذ حياكم الله نهار كبير اذا استاذ شاف بخير هانيين صحه لاباس الحمد لله الله يطول عمركم مرحبا بكم سيدي باشا في اطار المساعي التي يقوم بها المكتب من اجل تخفيف التبعيه الطاقيه والخفض من الفاتوره الطاقيه يقوم المكتب بتوزيع المصابيح الاقتصاديه كاينين عدد ديال العمليات اللي كيقوم بها في هذا الاطار كو سوا لي لامب اللي كيكونوا انتغري في لا فاكتور كو سوا او نيفو ديال لي زابونمون لدرجه ان كاع في عدد في كاع الاشتراكات ديال المواطنين الجداد كنفرضوا ان كيكون المصارف الاقتصاديه على اساس ان الفاتوره الطاقيه كتكون فاتوره اللي منخفضه. هنا كاين السيد الباشي الا سمحتوا كاين واحد البيبيتر اللي كيانديكي لنا هنا كاينين ثلاثه المصابيح الاقتصاديه وثلاثه المصابيح عاديه هادو كلها كونتور كيانديكي باش حتى الناس كيعرفوا ان ايفيكتيمون من ناحيه المراقبه المباشره ان راه الاستهلاك ديال المصابيح الاقتصاديه كيكون منخفض على على اكزاكتومون المعايير المجرده المعايير المجرده واحد وحتى من ناحيه الاداء ديال المصابيح الاقتصاديه كيعطي المكتب واحد التسهيلات ان اي لومب كتاخذها راه ماشي بالضروره كتخلصها سوف بلاس كتكون داخله مع لا فاكتور اغيزون دو ان ديغام كتقصر اغيزون دو ان ديغام بار فاكتور راه داكشي اللي غادي كونسومي لك لا لومب راه اكثر من داك ان ديغام اللي غادي تخلص يعني من ناحيه لا 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 زعما التكلفه ديالها ما كتكونش لا غونتاب ديالها. وكنا التوجه ديال المكتب هو ان كلما كانوا الفواتير ديال الطاقه منخفضين عند الناس الا وراه هذاك الربح بالنسبه لنا حنا الربح ديالنا ماشي الا كانوا مرتاحين الربح بالنسبه لنا هو الا كانوا منخفضين اللي كانوا منخفضين. وكنشكركم السيدي باشا على الزياره ديالكم وحنا راه الاشاره ديالكم تبارك الله عليكم نعم سيدي شكرا السيد الشيخ تبارك الله عليكم Thank you.